باختصار سريعا، يا اما يحدث فشل كبدي، ولذلك دايما العيان بتاع فيروس سي بيجي لنا دايما بنعمل له متابعه دوريه كل من 4 لـ6 شهور. طب وبنعمل ايه المتابعه الدوريه؟ مش بنسال انا غرام العيان، لا، بنعمل له تحليل صوره دم، وظائف كبد، نعمل له موجات صوتيه على البطن، نعمل له دلالات اورام، نعمل له منظار معده، كل ده للاكتشاف المبكر للمضاعفات. المضاعفات دايما قلنا يا اما يحصل فشل للكبد يبقى هنحتاج زراعه، او يحدث دوالي مريء، فدي بتحتاج بتؤدي الى خيء دموي وخد تودي بحيث المريض، فده بنعمل له منظار عشان نشوفه، او يتحول الى اورام. فاحنا دورنا اما بيجي لنا المريض للمتابعه، مش الهدف ان احنا نغرمه فلوس، هو بيتعمل متابعه، بيتعمل كروتين عشان يبقى الناس دايما عارفه صوره الدم، وظائف الكبد كامله، تحليل دم، بيتعمل له سونار على الكبد كل 4 لـ6 شهور، بنعمل له منظار اول مره في حياته، طالما عنده تليف وفي تراخم في الطحال بنعمل له منظار، وعلى ضوء نتيجه المنظار بيكون السيناريو اللي بعد كده.